كلمة لسويسرا. شكرا حضرة الرئيس، وأشكر المبعوث الخاص سيد جرونبرغ والوكيل العام بالإنابة سيدة إم سويا، وأشكر كذلك السيدة ليندا العباهي من مبادرة مسار السلام على إحاطتهم جميعا. في غمضة عيني جاءت العاصفة ودمرت كل شيء. هذه شهادة السيد علي، أب من أسرة مشردة بسبب نزاع في اليمن، وهي تدل على الأثر غير المسبوق للأحوال الجوية الحادة التي ضربت بالبلاد في الأسابيع الأخيرة. الآلاف شردوا والبنية التحتية الحيوية تدمرت، وهذه الأحداث الجوية بسبب تغير المناخ تتفاقم وتفاقم الحالة الإنسانية. وسأركز هنا على ثلاث نقاط ضرورية من أجل حماية الشعب اليمني ولتمكينه من مواجهة هذه التحديات. أولا، على الأطراف الامتناع من أي فعل يفاقم الحالة البيئية. في البحر الأحمر، الهجمات المتكررة على ناقلات النفط ينبغي أن تتوقف. الهجمات المتكررة على الناقلة سونيون في الأسابيع الأخيرة تصدمنا صدمة خاصة. لا زال حطام هذه السفينة التي كانت تحمل حوالي 150 ألف طن من النفط لا زال مشتعلا ويطفو على سطح المياه، وندعو الأطراف إلى ضمان إنقاذ هذه السفينة بسرعة وبدون شروط لمنع كارثة إنسانية وبيئية. هذا المجلس ينبغي أن يواصل الاهتمام بهذا الأمر وأن يكون موحدا في دعمه لإنقاذ الناقلة صافر، كما كنا موحدين في إنقاذ الناقلة صافر. من حث الأطراف على تغليب التهدئة واختيار المسار الدبلوماسي، وهنا ندعو إلى إطلاق سراح طاقم السفينة جالكسي ليدر كما هو منصوص عليه في القرار 27-22. ثانيا، إن عمل توصيل المساعدات الإنسانية لا غنى عنه، ضروري أن يحصل السكان على المساعدات الإنسانية، ولا ينبغي أن تستغل المساعدات الإنسانية، وينبغي أن نحمي العاملين الإنسانيين كما هو منصوص عليه في القانون الإنساني الدولي والقرار 27-30. وهنا نؤكد على دعوة الأمم المتحدة لإطلاق سراح كل المحتجزين من العاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة بدون شروط وفورا. جهود الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين بالنيابة عن الشعب ومن أجل حماية حقوق الإنسان لا ينبغي أن تعاق وإنما أن تيسر، وإنا نرحب بعودة المفاوض السامي لحقوق الإنسان، ونتمنى أن هذه خطوة أولى من خطوات إيجابية أخرى كثيرة ستتبعها. ثالثا، ليس إلى الحل السياسي هو الذي سيلبي احتياجات الشعب اليمني. تدعو سويسرا إلى صون المكاسب التي تحققت خلال المباحثات في اليمن، وأن تستمر هذه المباحثات برعاية الأمم المتحدة، ونؤكد دعمنا الكامل للمبعوث الخاص هانز جرونبرغ وفريقه، ونرحب بجهودهم لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق حول التدابير المصرفية والمتعلقة بكذلك قطاع النقل. حضرة الرئيس، العاصفة التي تواجه شعب اليمن متعددة الأوجه ومترابطة فيما بين عناصرها، وإن الحالة الآن ينبغي أن تقودنا إلى مضاعفة الجهود، وهنا يمكن للشعب اليمني أن يعتمد على دعم سويسرا الكامل. وشكرا.